إذا مشاهدينا ما زلنا نستنير معكم من أركان هذا المعرض وهذه الدقائق الثقافية والتي تحمل الكثير من المعرفة والعلم، وما زلنا نستمر في استضافة ضيوفنا الكرام في هذا المساء وفي هذه الدقائق الثرية حقيقة بهذه الأحاديث التي نأخذ من ضيوفنا المعلومة والفائدة من خلال مشاركتهم في معرض الشارقة الدولي للكتاب. في هذه الأثناء أيضا نستضيف الأستاذ محمد جميل بصري مدير دار كيان للنشر. أستاذ محمد أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك يا فندم. سعيدين بتواجدك معنا في هذه المنصة، واليوم تتنوع دور النشر المشاركة في معرض الشارقة الدول الكتاب من دور نشر عربية وعالمية، حقيقة أعداد كبيرة يعني بالآلاف موجودة هنا في هذا المعرض، الملايين من الكتب، عناوين كثيرة تطرح في هذه الدور. بالنسبة لدار كيان للنشر، ما هي هذه الكتب بهذه العناوين الجديدة التي تطرح هذه السنة؟ والله احنا الحمد لله مهتمين دايما بعرض عناوين جديده. في عندنا عناوين دايما بنهتم بالكتب الادبيه، خصوصا الادب زي الروايات والقصص القصيره، والحمد لله يعني المشاركه بتاعتنا دايما فعاله مع المعرض. نعم، وايضا دار كيان هي افضل دار نشر لعام 2020 في مصر، في جمهوريه مصر العربيه. الحمد لله. نعم، ما الذي ميز هذا الدار؟ ايه فندم؟ ما الذي ميز هذا الدار حتى تستحق هذا الاستحقاق؟ الحمد لله، اعتقد ان تنوع الاصدارات هي الجائزه مقدمه من الهيئه العامه للكتاب في مصر واتحاد الناشرين المصريين، فدي بتبقى بمثابه ريكوجنيشن يعني للاعمال اللي صدرت عن الدار عموم في عموم السنه. نعم، وأيضا اليوم تأتي هذه المشاركة في معرض الشارقة الدول الكتاب، أتوقع أيضا التقاء دور النشر مع بعضها الآخر من خلال هذه المنصة يعطي تبادل لما هو الموجود الآن في الساحة الأدبية. قد تتوجه أيضا دار النشر إلى توجه معين، لكن بوجود هذا الحراك الثقافي هنا تحصل التبادل الثقافي بين دور النشر، أيضا تبادل الثقافي وكمان تبادل الخبرات، لان نعم. احنا بنقابل ناشرين من كل الدول وبنتكلم مع بعض وبنشوف اصدارات بعض، بنشوف ايه التوجهات العامه للنشر، بنشوف كمان ايه الجديد في تكنولوجيا النشر في العالم كله. نعم، ودي حاجه مهمه جدا. نعم اكيد، وايضا حتى بخصوص الكتب المترجمه استاذ محمد، هل هناك كتب مترجمه تعرضونها في دار نشركم بشكل عام؟ بالفعل الحمد لله بدأنا في 2021 في إنتاج خط لترجمة الكتب الترجمة، بنهتم بكتب بترجمة كتب اليافعين وكمان بعض الإصدارات الموجهة للسيلف ديفلوبمنت والحاجات المشابهة. نعم، هو التوجه لكتب اليافعين وإصدارات أخرى لأيضا فئات عمرية أخرى أستاذ محمد؟ بالظبط، لانه طبعا الكتب المترجمه كعالم واسع جدا جدا، وفي يعني بتتنوع الفئات من الاطفال للحاجات الكبار والحاجات العلميه وغيرها، فاحنا حاليا الفئات اللي هي العمريه اللي هي من الصغار لليافعين احنا مهتمين بها جدا، اكثر اهتمام دلوقتي. نعم، بما اننا نتحدث من جانب الترجمه، اتوقع هذا جانب مهم وتهتم فيه كل دار نشر، لان ترجمه المواد كما تعلم او المواد الادبيه تحديدا تحتاج إلى دقة، والترجمة يجب أن تكون دقيقة بأن تعكس المحتوى الأساسي لهذه المادة. طبعا. فما مدى حرصكم أيضا على أن تكون هذه الترجمة ترجمة صحيحة، وقد تكون أيضا من مترجمين أو أسماء معينة؟ والله احنا بنهتم طبعا باختيار اسماء مترجمين، وبنهتم كمان بوجود التصحيح اللغوي والتحرير الادبي على بعد المترجم، بحيث ان يكون العمل صادر بشكل مناسب ويوصل للجمهور بشكل كويس جدا. نعم، تنوع الكتب بشكل عام استاذ محمد، اتوقع بما انكم تهتمون ايضا في مجال اليافعين، هل للاطفال ايضا مجال في دار نشركم؟ ان شاء الله قريبا باذن الله. باذن الله، لان ايضا الاطفال كما تعلم هم الاساس في رقي هذه المجتمعات، فيجب ايضا توجيه لهم بعض الكتب. طبعا. نعم. وبالفعل في توجه كبير جدا في دور النشر العربيه لترجمه الاعمال سواء من اللغات الاجنبيه للعربيه او العكس. نعم، ايضا الفئه العمريه اليافعين هم اجيال المستقبل، وهم من يجب ان يتوجه لهم او تتوجه اليهم دور النشر في احتواء افكارهم، احتواء توجهاتهم، فلديهم افكار نيره ايضا، كيف تختارون هذه العناوين المناسبه لهذه الفئه العمريه؟ في الحقيقه احنا دايما بنحاول نقرا الاعمال قبل ما تنشر، بحيث ان احنا نختار افضل الاعمال المناسبه، لان مش كل الاعمال هتناسب مجتمعاتنا العربيه،
في الغالب لازم برضو نهتم بالحاجات المحافظة واللي ما يكونش فيها بعد عن المجتمع عندنا. نعم. إذا الأستاذ محمد جميل بصري مدير دار كيان للنشر، شكرا لكم على تواجدكم معنا في هذا المساء، وبالتوفيق إن شاء الله في معرض شرق الدول للكتاب. شكرا لك. شكرا لك. إذا مشاهدينا ما زلنا مستمرين معكم ونحاول قدر المستطاع أن نستعرض كل ما يحتوي هذا المعرض من أركان ومن دور نشر ومن مشاركين أيضا ومن أدباء ومن مفكرين أيضا. إذا ننتقل للزميل وديع المتواجد في أروقة هذا المعرض، الكلمة لك الزميل وديع. كل الشكر والتقدير لك زميلتي مريم مرة أخرى. نعم مشاهدينا الكرام، ما زلنا نتجول في هذه الأجواء الثقافية في معرض الشارقة الدولي للكتاب. نعم هنا دائرة، هنا الثقافة بحد ذاتها، هنا إمارة الشارقة، هنا الثقافة. من هذا المعرض الجميل مشاهدينا الكرام يسعدني أن أرحب بالكاتب علي جابر المرزوقي، أصغر ناشر إماراتي، حياك الله معنا. الله يحييك ويبيك، أهلا. في البداية لو تعطيني انطباعك عن معرض الشارقة الدولي للكتاب. طبعا هذا العرس الثقافي الكبير في الموسم هذا يعتبر أكبر معرض دولي للبيع ونشر الحقوق في العالم. طبعا لي الفخر والسعادة أن أكون أحد المشاركين في هذا المعرض، وأتشرف أن أكون من أبناء عاصمة الثقافة الشارقة. نفس ما نعرف أيضا لو تخبرنا عن مشاركاتك في هذا المعرض والإصدارات اللي أنت قمت بها. طبعا الإصدار الثاني اللي يكون لهذا المعرض هو إصدار ماتو مايني. معنى الاسم ماتو مايني هو تفاؤل باللغة السواحلية أو الزنجبارية. الكتاب عبارة عن مجموعة قصصية فيها أكثر عن قصة مختلفة لناس وصلت حياتهم لليأس والعجز وفكروا بالانتحار أكثر من مرة، ومن بعدها تغير حياتهم 180 درجة. كيف وشو صار معهم موجود بالكتاب، والكتاب تابع لدار خطوة، فما تجدونه في معرض الشارقة الدولي للكتاب قاعة رقم 1 جناح بي 24. جميل. وأيضا نفس ما نعرف يعني أنت شو السبب أن أنت اتجهت إلى التفاؤل بشكل خاص من خلال كتاباتك؟ لأن أنا إنسان دائما أنظر الحياة بنظرة إيجابية، وعندي قانون بالحياة اللي هو لا مستحيل في الحياة، ونحن في دولة اللا مستحيل، فلازم دائما نشوف الحياة بصورة أو بنظرة إيجابية ومتفائلين دائما نكون فيها. بما أن نحن في إيجابية وأنت تكتب عن الإيجابية، عطنا رسالة إيجابية. أقول لك الحياة جميلة جدا، ولكن بها صعوبات كثيرة جدا، وليس الجميع يستطيع اجتياز هذه الصعوبات. فأنت يا عزيزي ضع لك قانون يرشدك نحو النجاح، وهو لا مستحيل في الحياة. أكيد ما شاء الله عليك. ونفس ما نعرف أن دائما الكتاب يعني مهم أنهم يكونوا متواجدين في دور النشر، هل دائما ما تحصلون دور النشر تدعم الكاتب؟ هو فعليا في دور نشر كثيرة تدعم الكتاب سواء كانوا إماراتيين خليجيين أو حتى عرب. ولكن لازم أنت ككاتب تعرف تختار الدار المثالية لك أنت. يعني أنا عندي كتاب مجموعة قصصية مستحيلة راح أصير الدار مختصة بالشعر وانشر كتابي، فلازم أشوف الدار المناسبة للكتاب المناسب. جميل. ونفس ما نعرف أيضا أن لكل كتاب أساسيات، ولكل كاتب مبدأ يبدأ في قصته أو روايته أو الكتاب نفسه، فشو ما هي الأساسيات اللي أنت استخدمتها في الكتابة؟ أنا الأساسيات اللي عندي موجودة في الكتاب، كتاب ماتو مايني، أنها كلها قصص حقيقية. فيعني لما أنا أختار العناوين أو القصص اللي موجودة أختار دائما أوصل المشاعر بصورة جيدة وواضحة. كل الشكر والتقدير لك على تواجدك معنا في معرض الشارقة الدولي للكتاب. العفو، الله يسلمك. نعم مشاهدين الكرام، هذه أيضا إحدى نقلاتنا في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وإلى هنا وصلنا إلى ختام نقلاتنا. ستكون لنا نقلات إن شاء الله في يوم غد، ترقبونا وانتظرونا. ولك الكلمة مريم. شكرا لك الزميل وديع. وأيضا مشاهدينا فعلا اليوم لدينا أقلام شابة إماراتية متميزة، وأن نرى أصغر ناشر إماراتي هذا بحد ذاته فخر أن يكون لدينا اليوم شباب قراء، شباب نهمين في القراءة، محبين للثقافة والمعرفة، وهم القائمين على نشر هذه المواد. فبالتالي اليوم تشهد إمارة الشارقة هذا الحدث الثقافي الذي نفتخر من خلاله بالكتاب الإماراتيين بالكتابة العربية وبالكتاب بشكل عام، فهو من يتسيد دائما المشهد الثقافي. إذن مشاهدينا وصلنا معكم إلى ختام أمسيتنا لهذا المساء من برنامج استنارة. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، ومع السلامة.